بونجور يا حلوين، واليوم حنعمل سكين كير روتين مع ماي فيفورت براند. اول ما قالوا لي لامير قلت لهم فور مي، لانه عن جد من البراندز اللي حتنغرموا فيها. اليوم حعلمكم كيف نستعمل البرودكت ستيب باي ستيب، كرمال تستفيدوا من كل برودكت وتشوفوا شو المكونات واذا بتصلح لبشرتكم ولا لا. اول برودكت حنستعمله هو الكلينزر فوم. شو اللي بيميز؟ اول شيء بيخلي بشرتكم صحيه، ومش بس هيك بيعطيكم جلو كتير حلو. انه كل شيء من لامير هو البحر، يعني كل شيء بخص البحر يعني للبشره حتكون كتير مفيده. بس لانه هون ما عندنا اوريدي، انا غسلت وجهي فمبين الجلو واضح عليكم. second product هو it's a new product كمان حيكون موجود ببوتيكات، هو the treatment lotion. كتير مهم the treatment lotion ليه؟ لأنه بيساعدنا كل شيء، fine lines الخطوط، بسكرنا المسام، بلس بيعطينا بشرة صحية وبيعالج لنا مشاكل البشرة من تصبغات وغير قصص. بس طريقة حط the treatment lotion هو كتير مهم، حفرجيكم الطريقة هلا. كتير مهم بس ما نحط البرودكت نعرف كيف نحط البرودكت كرميل نستفيد اكتر. التريتمنت لوشن من لامير طريقة كتير حلوة، بتحط اول شي 1 2 3. اوكي، تالت برودكت عنا اليوم حعرفكن عليه هو The Hydrating Infuels. هو كتير مميز، ليش؟ لانه التكستشر تبعه هو ملكي، بيعطيكم دغري بتحسوا بترطيب جدا عالي، سبيشلي بالشوب وهلا جايين على سمر. فكتير مهم نرطب بشرتنا قبل ما نطلع من البيت، لانه ترطيب البشره بيحمينا اول شيء من التجاعيد وبيخلي بشرتنا اكثر صحيه. هلأ كمان عنا The Renewal Oil، حفرجيكم هي My Favorite Product، كنت استعمله تقريبا من 4 years. عن جد ساعدني اني تتغير بشرتي. حطوه معكم من السكين كير روتين تبعكم، حتحسوا بفرق. ليش؟ لانه بجدد الخلية تبع الوجه، لانه It's Natural Oil اللي هو دغري بتمتص بشرتكم. وبس اوقات بتحطوا الاويل على وجهكم بتحسوا تقيل، لا، لامير The Renewal Oil دغري بتمتص بشرتكم، يعني بتحسوا كيف ما برمتوا وشكم في جلو. حفرجيكم هلا الطريقة. الأويل مش بس للوجه، كميكن فيكن تستعملوه على النيلز إذا عندكم ناشفين النيلز، حفرجيكم الطريقة. Plus for hair للطرف شعركم، بيعطيكم لمع على الشعر وبيغسل طرف الشعر. لامير سوفت كريم هلا حعرفكم عليه كمان، بس سلر عند لامير كتير معروف هيدا البرودكت عندهم، يعني بتعرفوا النضارة الواو. هيدا الكريم لازم يكون بالسكين كير روتين تبعكم، البست سيلر عندهم. اوكي، ولا حفرجيكم الطريقة. قديش مبسوطة انه انا لامير صارت ببوتيكات، عن جد حتحبوا كتير هيدا البراند لانه كتير مميزة. والحلو فيها يعني هيدا الكريم لكل تايب سكن، اذا عندكم كان بشرتكم ناشفة، بشرتكم اويلي، مش بس الكريم، كل الكت تبعيتهم لـ all type of skin. خفيف على البشرة، بتحطوه قبل الميك اب، قبل ما تناموا، حتى ريحة البرودكتس تبعيتهم كتير حلوة. هلأ كمان حعرفكن على The Hydrating Eliminator. بتعرفوا البرودكت اللي بيعطيكن بيضويلكن وجهكن؟ This is the one. كمان موجود ببوتيكات والبست سيلر عند لامير. بتعرفوا بس تحطوا هيك شيء كيف ما برمتوا وجهكن بتحسوا بنضارة، بجلو، قدي بيعطيكن بشرة صحية. This is the one. هلأ حفرجيكن كيف تحطوا على وجهكن. أكثر منطقة وأهم منطقة بالوجه هي تحت العين، وهيدا أكثر منطقة بيبين عليها الإيج، عشان هيك كتير مهم نضلنا نرطب تحت عيننا ونغذي هيدي المنطقة لأنه it's very sensitive. plus
كيف طريقة نحط الكريم تحت العين كتير مهمة وبتلعب دور أساسي. الآي كونستريت تبع لامير بيساعدكم أول شي بيعطيكم نضارة تحت العين بلس بيغذي تحت العين لأنه فيه كتير فيتامينز بيساعد السكن الأندر آي تكون أكتر صحية. هفرجيكم الطريقة. وهلأ هفرجيكم كمان الليب بالم تبعون كمان بيغذي وبيرطب الجفيف كمان اللي بيعانوا من جفيف باللبس لأنه كمان فيه فيتامينز. إذا بتلاحظوا أنا عندي شوي لاينز مع الليب بالم تبع لامير بيعطيكم الفريش لوك واللوك تبع لبس الهيلثي لوك. اوكي واللاست وان هو ذا ليب فوليمايزر. حتحبوا هذا البرودكت كتير لانه حتحسوا هيك اللبس تبعكم بلمبت هيك شوي عرفتوا فيها فوليوم. انا اوريدي حطيت اول ما بلشت التوتوريال اذا لاحظتوا شوي اول الفيديو. الحلو كمان بيعطيكم لمعه حلوه لللبس وهيك مثل جلاس. إن شاء الله يكون عجبكم السكين كير روتين اللي عملت لكم اياه اليوم وتابعونا بكتير قصص جديدة. طبعا I love you so much. Bye.